يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين خير. والله السيد أبو عامر عمارة موجود. والله بيي بالدواء. أبي يرجع للساعة 3. تفضل. لا معلش، برجع بعدين. يعطيك العافية. بس ما قلت لي مين. قل له. هو ما بيعرفني، بس قل له خيك بدر بده يشوفه. شو تفضلت؟ بدر؟ إيه خيتي. إيه بس بدر ميت من 6 سنين. هنتو بس قل له هيك، وأنا اسمي أبو بسام. بخاطرك. الله معه. من شو القصة؟ ما بعرف. يا خلقون خليل. هلا تفضلوا.
اوقاتك بخير. اهلا اهلا. جايبينها من الشارع. عمالك عليا يا بنت المسودر. شو في بضاعة هونيك يا شباب؟ ولك في ملك هند موجود. قديش هالروب؟ إلي. إيه إلي. ولك إلي. إيه إلي. قربي لهنا. هنا 250 برا الضيعة 50. شو؟ بدي إياه هنا بخمسين. كرمال خيك بو حسن. والله بو حسن غالي علي. ترى بيته بيته. مصرياته مصرياته. ومرته مرته 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 العمى عندك لسان بفري فري بدي اخده بخمسين. تاخذين بخمسين؟ لو كنت تاخذين هيك العمى في عيونك ما وقعي خمسين راس ماله بخمسين. اهلا عمي ابو خليل. اهلا يوسف الغالي. نحكي عن مرتي. نحكي تعال تعال دخيلك شو بتفهم يا تقبرني هلق البحري الامريكي جابت توربيدات لسينا المضحكه وروسيا اي اي وهي مشكلة البحر العمى السمع العمى روسيا شو متامي قاعده كش دبين هلق روسيا قاعده كش دبين دب انا قصبي تلعب بجنابك ان شاء الله اصلا ما الحق عليك الحق على اللي مقلل عقله ويناقش فلاح مثلك فلاح الفلاح ابي يسمع وابي يفهم يعني يا سيدي هنا فلاح وقفك علي بالله بتسوون الصفرنج لما بتغلى المندورة آخ من الفقر آخ من الفقر وساعته لو كان معي مليون ورقة كانت العالم عملت لي تمثال يا سيدي روسيا أقوى من أمريكا وأقوى من إنجليزيا كمان ويلي والله على الحكي لازم يعينوك أستاذ قومي مشان تفهمين كيف السياسة خيتي معامي دبري لك حل جوزي حل شو حق لقوة ما يحكي ذراع شهد القط دنبو ولك انت كل امثالك مثلك دبين ودناب وقرود جرماني والله القط اللي قاعد معكم ما يسمع تخبيصه ولك اقعين اقعين خلاص روسيا اقوى ما تاخذني عقد عقلي يعني يا سيدي روسيا اقوى مني كلن وغصبا عنا واذا بتطلع ولا بتنزل بتفهم بالسياسه قد فخده عمي ابو العز وطي صوتك عايزين توريني اذا سمعك كارتر تعمل لنا جرصه يسمع شو بفكرني خايف منك ولا منه عمي انت بتعرفني وقت كنت اضرب الحيط بضربي وحده بايدك بتدو شو بفكرني تبع البسكوت ام الربع عمي ما كان في ام الربع صار في ام النص ما تخفف دم يعني ولك طول بالك طول بالك شو صار لك هلا ما احسنت لي ما تفشش بالصبر عمي ابو العز موان يا بيي بس ما عرفت على شو مختلفين يعني انا ما سمعت غير كلمه امريكا والله يا عمي ما توقف مع بيك وقول الحق مين اقوى أمريكا ولا روسيا؟ هلق هادي عنده نووي وهادي عنده نووي يعني مثل بعضي مثل بعضي؟
لا والله بيك ارحم منا. روح روح اتعلم حروف الجر. روح على زمتي وديني انه الدراسي معلمتك غير الابلسي والشيطني. هلق هي امبارح كنت بتقول عني فهيم وشاطي، غيرت رايي وهلا اكتشفتك حقيقتك. شو هي حقيقته؟ مثل بيو فرشك يعني فهيم. فهيم خلوني اروح على بيتي احسن، احسن ما دق باخوانك. ما بدك تاكل ليمون يا عمي بلعب. ابدي بيتك عامر يا ابو عامر. بالسياسي والفهم. قعد قعد. له عن زماي. وين رايح؟ بيتي وين بدي اروح؟ لا تطول علينا ها. الله معك عمي ابو العز. والله تفهموا ان روسيا اقوى من امريكا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك، تفضل خيي. اهلا. بحكي بنت مثل الفرع. طلع يعني كيفي؟ كيفي بعقلي. كيفك خيي ابو خليل؟ ما في عيون العمى شو هالمشخه. اهلا اهلا ابو العز. كيفك يا ابو شاهين؟ كيفك؟ شو كنت عند ابو عامر؟ يخرب بيته شو ابي يفهم؟ قال مفتش باسقة. هلا بشرفك بشرفك، مين اقوى؟ امريكا لما روسيا؟ لا بالله ام حسن. لك تركني ايدك لك حيواني؟ تركني ايدك جعل؟ شو قصتك انت ابو عامر؟ بتضلوا مثل الجقلين ما تقاتلوا. ولك هذا واحد ابي يفهم الخمسه من الطمسي. بدينك بدينك مين اقوى؟ روسيا لما امريكا؟ بالله اثنيناتهم اقوايا. ولك فهمنا بس مين اقوى؟ امريكا لما روسيا؟ بحط بدمتي بيقولوا روسيا اقوى. امانة الله روح قل له للفهيم. واضحة واضحة يا عمي، واضحة مثل قرص الشمس. ما نقول له روسيا عندها نووي وامريكا ما عندها غير بناطيد كوبوت. منروح منقول له لابنه الفهيم روسيا عندها نووي، بيقول لي شو يعني نووي؟ قال طالب مدرسي قال. اهلا بصبايا. اهلا عمي. عمي يا لطيف شو بتقرني هالكلمه؟ شو بدي اقول لك؟ بقول لك عمي منيحه احسن من جده. مرينه بدي اذا بتريد يعني بدي ابر خياطه و فهمت عليكي فهمت عليكي. شو عمي ما جا نصيبي؟ لسه بكير عمي عندي بكالوريا. وشو نفع القراي؟ ليكو عامي صف البكالوريا وابي اعرف مين اقوى امريكا لما روسيا. بس عامر شف فهيم وشاطر. لا شاطر ولا بطيء. قال شاطر يبقى شاطر وبيعرف شو يعني نووي. تفضلي لبا. سلمن سجلن على الحساب. يلا بخاطرك سلمي يا بيك ما تنسي. يا بيوسا حولوا علينا يا جماعة. والعز بدي اسألها هلق فهمتلي ليش مسكولي الاستاذ جماعة؟ بالله شيلي من الموضوع. بدك توقعني بالحكي تتضرب فيه تقرير؟ أنا؟ ايه انت يا سيدي. سلام عمي. قلت اسال الان سينير مين ما تسالني الي. استاذ جمال استاذ بالمدرسه. يخرب بيتك شو جاسوس. بالله بيبطل عادته. كيفك يا الها؟ سلمي كيفك انت؟ ديها كيفك يا مرمين؟ لا عمي ولك يخرب بيتك شو بتحبي لبطنك؟ وبعدين غيرت يا بالمدرسه بالاول غفيره صوتك بيك نايم. ولك يا الله بيضلوا نايم هالمره انا رح فايقه. فوتي فوتي فايقي ان شاء الله بتاكلي نصيبك كانه فخ مجعوس. معلش المهم يفيق. ولك بيه صباح الخير. شو جيت المدرسه يا بتي؟ لا والله لساتني هونيك. قد الساعة؟ 4:30. يعني صار وقت الأكل. هلا قد تسمعك أمي وبتقول إيش قدك بتحب بطنك. يعني هي بتحب بطنها. عزمتك المفروض على المطبخ بقية ما تكرمش ما تلوش. ولك هي معلش. وليش بقى؟ ضابط الطعام. ضابط التبن. ولك ما حليتي تفيقتي؟ بالله هو فاق لحاله حتى اسأله. يا شيخ اللي بشوف شكلك بكون ما تطبخي لك كذيبي. والله الحق مو عليك، حق على المتشعر جريات شمع تتخدمك انت وولادك.
ولك يا أمي يا حبيبتي هنتي بيقولوا صباعة مش رياتها. ما تشعلها، لا تخليني فحش بالحكي. لك روح روح، ما نمزح معك. ما تمزحها، هذا الناقص، جبناها منها بدها تعلمنا نحكي. ولك هنتي بتعلمي بلدي أحلى أم بالدنيا كلها. لك حلة حلة يلعن بصحابيك. عجبك علقتينا مع الكونغرس. ولك هلق بجليلة جلياتها وبصالحة. على زمتي من يوم ما بلش يحكي وهو مع لسانه إلا كلمة وحدة، خدوني لعند خيي أبو عامر، خدوني لعند خيي أبو عامر. وشو بتتذكر عمي كمان؟ كنا نروح أنا وياك على التنور ونساعد أم علي بالعزمة مشان تعطينا رغيفة مشروع. كنت تضربني لأني بهرب المدرسة وبلعب بالفيشو قبل ما أموت. رقم جيبتك 50 ورقة، والخمسين ورقة خبيتها ظهر خزاني بيت مشادي القياطة. عمي وين قلت لي بالخزانة؟ لا على ظهر الخزانة. فعلا بتذكر أنا وخي بدر كنا نروح نساعد معلي بالعجنة، وبتذكر وقتها ضاع مني 50 ورقة. يلا عبيت مشادة. سلمى خليك خير على الزبون مسكي. عمي ما دهكي وكالة سانا فسفوس حسنون ما بغيره حسنون حسين شوي يعطيك العافية. ولك كر بتخاف تخسر هالكر محمله خط قبيلي. هاي عمي بالعز كر مربع الغالي. عمي عالغالي قصدك عصرامي. هلا خايفك من الكر وخليك بصاحبه. كيفك يا حسنون؟ والله أحسن من هيك يا بنتزي. شو في أخبار بالضيعة؟ هاتا شو هو هيك يا بلاش أفي كاسوسي. هلق إذا الأخبار كيسي والله لك كازوسين، واحد إلك واحد إلك. الكر الكر أبو الريش أبي شرب كازوزي بدو وسكي. قم جيب لك كرسي. أبي داعي أبي داعي بيقعد فوق أبو الريش أو بيقعد فوق الهضبة. أهلا 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 أهلا. هاي عمي أبو عامي. شو حاله نفتش الغبي؟ أول مرة بيرمي السلام، معناها في شيء. قلت مين هدري معه؟ قوم 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 تنشوف. الله يعطيك العافية خيتي مشابة. الله يعافيك ويزيدك عافية. والله جاي نشوف الخزانة اللي عندك. خزانة شو؟ خيتي خزانة التيمح حطيتيها جوا. خير يا خيي، شو في؟ خلينا نشوفها بعدين بقلك. الغرفة مكركبة وبدها تزبيط. ولا يهمك، الموضوع كتير ضروري الله يخليك. طيب طيب بس تشير قراقيعي. شوفي 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 خي ابو عامي صاير شي لخزانتك قطعت قلبنا. بدك تشتري خزانه مشادي يعني؟ لك خلصينا هلا قبي جبهي بموتك. دخيلك هي موتي. وإذا عرف إني بعرف فيك والله اللي موتني معك. إيش قدك جباني؟ ماني جباني بس أنت الدخنة وأنا أكل القتلة لشو؟ طيب دخنة؟ لا والله ماني مدخنة، قلت لك ألف مرة بكرهها لريحته. ولك ريحته مو مثل شربه. يشربك بو ملعون، إن شاء الله بتكل جيبي لي سرطان. ولك دبي أنت، هلق مسحبي وحدة بده يصير معك سرطان. طيب خلصينا بقى قبل ما يجي بيي. سفية صاحبي لك خلصينا بقى وقفي على الباب. تفضل يا خيي. الله يخليك اسمك يا الله.
يا جماعة يا جماعة، الضيعة كلها معزومة، معزومة عندي على الغداء على شرف خي بدر. دخيل اسمك يا هرب. ليش تأخرتي؟ صار لي نص ساعة ناطريك. هلق حتى نام بي. اشتقت ليك. وهنا مسكي هالشريط وبهديكي كل الأغاني اللي فيه. لمين؟ لفيروز. وهو علينا كله لفيروز، بالله تقلبي منا. ولك لا لا تغلطي، هذه فيروز. طب جيب لي شي مرة على ذوقي، جيب لي وليد توفيق، جورج والسوف. تكرم عينيك. صحيح، شو قصة عمك بدر؟ مثل ما سمعتي، عمي بدر مجيل بولد من الطيحة اللي جنبنا، وبي طاير عقله من الفرح. بالله بيقطع براسي هالحكي. ولكن احنا اللي خلانا نصدق انه حكى شغلات صايره بينه وبين بي عن جد. ولك هرمي ساعتك تشيل البكري. يلا روح هلق وبشوفك بكره بنفس الوقت وبنفس المكان. انا بالكافيتيريا، شو رايك؟ اسمع على خير. وانت بخير. ولي بحبي. انا اسمع على خير. وانت بخير. كيفك خي ابو شاهين؟ اهلا ساطين تنير شقالات، ساطين تنير شقالات. لك هيك بتزت الشقالي بيت كيني مزلي. جي من عندك ولي. ولك اهلا وسهلا بالصبايا، ولك اهلا وسهلا بالعين الكحلة، ولك اهلا، ولك اهلا اهلا. ولك اهلا وسهلا من الرومي. ولك يا عيني شو مهضومه وقت اللي بتحن علينا، الله بيفرجها علينا. ولك شو بحب حكياتك يا ابو شاهين، جبت لي نصيتك يعني. ولك جبتن بعيوني ورمشي، ريتك على قبري تمشي. تفضلي. شقد شقد معيب عليك تحكي الحكي حيواني انت. ويقولي ساعه ما تغزل فيك تجي تقولي لي بشقد، هودي هدية. ولك شو حالك يا ابو شاهين؟ يعني هيك يا كتير. ابي يغلى عليك شيء. روح روح. مثل ما بدك. بدك شيء؟ ما بدنا الرضا. وين بدك تعمل لنا فنجان قهوة؟ ان شاء الله. ولك اهلا. ولك اهلا اهلا. شو اللي اعطاكي هني؟ ولا شو ما دفعتي له حقي؟ هاي تياب داخلي. جاب لي هن هدي. ولا شو تهديكي ابو شاهين الزفت تياب؟ شو بده منك ولك شو حالي؟ غرتي؟ اسمعوا يا الله، ولك يا بنت كان ما يطلع فيكي مثل واحد ازعر ما يحكي بنت شارع. ولك وحدك انت بنت شارع. ولك يا دبي معني ما سبيك، بس وحق الله خايف عليكي. ولا شو حتخافي؟ ما في شيء بيخوف. ماشي يا نرمي، والله ماني مفهمك، بس والله اللي متعاملي مملة. لا يا جماعة الخير، بعد إذنكم أنا بدي أحكي كلمة. إيه خي أبو عامر، مثل بتعرف الولد طلع خياك، وهذا بيعني إنه له حق بورتة بي، والله يرحم الرحمن الرحيم. وأنت زلمة آدمة وبتعرف الله منيح، ولازم توفي حق خيك عليك. ولك شو ما تقول هند؟ والله مثل ما سمعتي يا خيتي،
هلق مزبوط عمره ما صارت انه الواحد بعد ما مات طالب بحقه من ورثة اهله، بس بالله يا خيتي الحق حق. بالله انت براسك عقل. ابو عامر شو حالك خيي؟ دايسين بساطك نحن ما سمعانه شو بيقول. يلا سفرة دايمي ولازم تصفي زمتك قدام ربك. ولك انت شو ما تخبي؟ عمي الشرع بيقول نص الورثة لبدر. ولك بدر مات وشبع موت. بالله هلق مات وهالعزيمة على شرف مين معمولي لك ها؟ والله سمع جديدي قانونتي. استغفر الله العظيم. ولك هذا حق حق. ولك أي حق؟ ها؟ أي حق أنت بتنصب علينا؟ لك ولك لا تغلط ها؟ ما بسمح لها؟ تسمح ولا حدك 60 جهنم ما تسمح؟ خلاص طولوا باكن يا جماعة، كملوا أكل كين وبعد الغدا بنحكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله قصة بتحط العقل بالكف. يعني معقولة يتجرأ إنه يطالب بورثة؟ وأنا اللي قاهرني يا أستاذ موقف بي. كمان أبوك مبالغ بطيبته يا، يعني بده يعطي نص الأرض وفوقن كمان 20,000 حقه من البيت. لك وين صارت هي وين صارت؟ كل العالم دخلت بالقصة وبي معنا قال شو الولد خيو وبده يعطي حقه بالورثة. كيفك بالله؟ شوف عمير، موضوع التقمص وارد بكثير من الطوائف، حتى انه موجود عند الهندوس والسيخ كمان، بس ما في اي حدا حكى عن الميراث. بيقولوا انه الروح بعد ما تطلع من جسم الانسان بعد ما يموت ممكن تحل بجسد طفل ولد جديد، بس موضوع انه الولد يكون له ميراث هي سمعة جديدة. لا وما صارت بحياته. والله ما بعرف، صار لي يومين اما احسن اقرا ولا كلمة من هالقصة. العمى بشرف النصب فنون، وهذا الزلمي عمل عملة جديدة بتترخ بعلم النصب أقسم بالله. بس إذا هذا قرار أبوك يا سيدي مالك حكي طاول طاول. ها العمى والله سمع. أنا آسف شر البلية ما يضحك. رزق أولادي أفرط فيه، وإذا بدك العالم تضحك علينا بتطلقني فورا. لك هنشوف فكر. ولك هذا خيي، خيي بدر يا صفي خيي. السبق اللي خيي، ولك خيك مات. الله سبحانه وتعالى بعتني لهالعيلة لساعدين مشان يتربى هالولد بشكل كويس. ساعدين فهمنا، بس تعطيه نص الأرض. ولك بيي قبل ما يموت وصاني بخيي بدر. وبدر مات. شو صار لك يا زلمة؟ جنيت؟ أول مرة بحياتك بترفعي صوتك علي. هذا رزق أولادي يا أبو عامر. أبخلي واحد نصاب يسرقني. طيب خلاص خلي هالموضوع على جنب بعدين نحكي. أفي بعدين؟ لا يعني لا. الله يجيبك يا طولة البال. والله تقرف لك رقبت ولا هتقتي على النعيم. والله انطلع بيدك ما تقصي. ما شفتوا طرب على الكباب؟ وش طرناب؟ ما هو ما يطرن بالختيار، المهم ما يجيب اثنينتو. هو شريكي جاب اثنينتو قبل هاللطش. ولو مخجمك بالله. لك يا بهيمي، كل لطش زيادة ما يجيبه ما تخسر. ولك هلا حاجة بربير، هي لعبة غشي. ولك دكنش الزفت، صار لك لسان يحكي. والله بتجي غير مع الغشي. ليك مين ما يحكي لي؟ ولك سطلي، صار لك لساني بلعي. احترم حالك بالهز، لك عيب، في أوادم قاعدين. ولك صر ماي، انت بدك تعلمني الاحترام هنا. والله انت بتطلع مين صر ماي؟ ولك نسيت بالدال انت بالدال. والله تعال والله تعال ابو العيد ابو العيد يا عبقلي. والله يا جماعه يا جماعه طولوا بالكم وخلونا نحب بعضنا شوي. هالواضي مو خلي. ولك احترم حالك وحالك في الحياة. ولك انا محترم غصب العمى. ولك خلص انت ويا العمى بعينكم العمى. انا هون وعم تعملوا هيك، شلون لو كنتوا لحالكم؟ العمى قولا في رئيس نفر. والله العظيم بالعز عايد يا سيدي، لاني برضيت لعبك شريكي يا ضلالي. والله اذا بدك يا ضمير يا سيدي بالعز هو البلد مشكله، لاني لعبتك شريكي وطعميتك الختيار يا بوشت. ما هيك يا ابو العز؟ هي 10 مره بتتعادلوا مع بعضكم وكل مره بيطلع الحق عليك. اقسم بالله اذا بتجيني مره ثانيه عندي مشكله لحطك بالحبس وفرج عليك كل الناس. وانت يا ابو خليل هي اخر مره بتلعبوا فيا شدي معك بالدكان. يا اخي اذا بتلعبوا بجهنم الحمراء لا تلعبوا معك يا اخي. فهمت؟ لا لا يا سيدي بعرفك بتوقف مع الحق ما تعطي علي. ابو العز الضبضب واحكي على قدك.
اقسم بالله العظيم بعدين بحطك في الحبس وبفجر ليك اللي بيسوى واللي ما بيسوى. سيدي الا الله. الله ياخذ روحك، اطلع من هون. طيب شفت بعينك يا سيدي؟ شفت بعينك لسه ما تحط عندك بدك شو المظلومه؟ لك عم الحس خلص اللي عم بشوف الدنيا، اطلع لنا برا. اي والله اهلين وسهلين ابو العز، ميت السلامه، حلت علينا البركه. بالله انت يا استاذ فارس من الغوالي، وانا مو بس لاني بعزك جيت زورك، جيت زورك اسباب عديده. يا سيدي بتشرف بكل الاحوال، انت يا ابو العز من وجهاء الضيعه. اي والله انا فعلا من الوجهاء، ويمكن اكون وجه لحالي من بين كل اهل الضيعه. يا سيدي اللي بريحك انا معه. بالله يا أستاذ فارس لو ما كنت غالي علي كتير كتير غالي، ها غالي كتير، ما كنت بدي أحكي. خير أبو العز؟ إيش شو اللي بدك تحكيه؟ أنت يا أستاذ وجه من وجهاء المدرسة. مز المدرسة؟ منك من الضيعة تنقول إنك وجه فيها؟ يعني ضروري أكون الضيعة لحتى أكون وجه؟ لك أنا أبو حلب على سن ورمح، إيش بخيون سيد؟ ما علينا يا سيدي، هنا امبارحة انزعجت كتير 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 من هالقرد ابو خليل. ابو خليل السمان؟ دكنجي الزفت. ايش بو ابو خليل؟ مين معقولة؟ حمت اللزين صار عنده ما يطلع دفتر الديانة وبلش يقارن فيه. شي ابو عيسى تنكة سمنة ب 75، وشي ام عمار جز علب متي ب 20. لا عيب عيب. فعلا عيب يا ابو العز، يعني بصراحة ما بيصير يفشي اسرار زبوناته. ايه بالله فعلا بيصير يفشفشها. يا سيدي ما بيصير طاول طاول. ولك ابي احترم حدا، ولك حتى هنت، ولك هنت ما انفدت. انا؟ ايه يا سيدي، قال الاستاذ فارس كل شهر بياخذ من عندي غراض بالجمله، وباخر الشهر حاسبني بنصين بس. قال شو؟ لانه استاذ بده ينصب علينا. هو قال هيك؟ شو خيي شايفك ما انحمقت؟ وليش بدي انحرق؟ يقول اللي بده يقوله، بس الحقيقه يا ابو العز انه انا بحياتي ما تدينت لا من عنده ولا من عند غيره. تفضل. يعني التهمه صارت ضرب اثنين. من فوق انه ما يكذب موضوع الدينه، ما يقول انك كنت نصاب. يا سيدي الله يسامحه. يا سيدي الله لا يسامحه. هالشغله ما لازم تمرقها مرور الكرام. هلا بس تطلع من المدرسه بتمسح فيه الارض تيتربى. هي مو طريقتي يا ابو العز. أنا ممكن أحكي معه بهدوء وأطلب منه مرة تانية ما يعيدها. هيك يعني؟ بلا جرصة وبلا ما تتجمع الناس وتتفرج على بهدلته؟ لا يا أبو العز لا. إيش تتفرج الناس؟ لك هاي شغلة بسيطة وبتنحل بسهولة. يا زلمة بهدلك بهدلتك ليه؟ أبو العز حاسب على كلامك أحسن لك. ها إيش بهدلك ما بهدلك وكليب ما بعرف إيش؟ عيب عليك تحكي معي بالطريقة، عيب. أنا آسف عندي حصة هلا. والله صرت وتصورت وصرت ما تعطي حصص. أبو العز إذا بتريد البنات عم ينتظروا وصار لازم ندخل على الصف. هلأ صار الحق علي إني جيت قلك شو ما يحكي الخبيث. خيو شكرا جزيلا، منيح هيك، بس مرة ثانية لا عاد توصلي شيء، مفهوم؟ تفضل. ما تقلقني؟ بسيطة يا أستاذ فارس بسيطة. أعوذ بالله، إيش يا الخلق؟ شو صاير للعالم؟ أبقى فارقة معن شيء، لا كرامي ولا جحيش. وقد كنا نسمع إنه حدا ما يحكي علينا بنص الصين نروح ندق بإخوانيقو. هلق أبقى فارقة معن شيء، قال استيز قال. بس أنا بعرف الرجال الآدمي يا أبو عامر، أبي ياكل حق حدا. حيجي تقول حق، إن شاء الله أبد حق. طولي بالك يا عامر.
شو خي ابو عامر؟ شايف النسوان ما تحكي والزلم ساكتي؟ ولك انت واحد عامر ولا حرف. شوف خي بسام، اذا بدك شويه مصاري كمساعده تتربي هالصبي انا جاهز. ولك خي شو جاي تشحتكن؟ انا عم طالب بحق. اسا بقول حق. خلص هدي معامر. خي بسام لا في لا دين ولا شرع بالعالم بيقول انه لك حق عندي، واذا لك حق عندي تاخده من جوز عيوني. بس هيك بتكون متراجع بحكيك قدام اهل ضيعتك؟ ها ولك يا خي الارض للولاد، يعني ما بحق لي اتصرف فيها. وبعد ما فكرت بالقصة حسيت حالي اني غلطت وتراجعت. هيك لك ها؟ ايه هيك يا وستين هيك يا. اسمع اخي وبسام، يعني اذا بدك شي 5000 ليرة 6000 ليرة تمشي حالك فانا جاهز يا خي. لا عمي لا، انا ماني جاي تشحتك. الله يجيرك من الذنب، ابقى لك غير هيك. عرف عيونه العمى. يا اهل الضيعه، يا اهل الضيعه، هم نصاب ابو عامر اكل حق خيو المرحوم بدر. ما تسمعوني واللي قالوا قدامكم ببيته تراجع فيه. بس ما انا مشكلي نتواجه، وعيب على ذقني اذا بخلي سيرته على كل لسان. وبجاه كل مين له جاه عند رب العالمين الله يصطفل فيه. وما بكون ابو بسام اذا بخليه يدفع الحق وهو ما بحكم يلعب. ماشي الحال. منيحة هالبهدلة بالضيعة، أقسم بالله مستعد أدفع كل شي بملكه بس ما حدا يمس كرامتي. يا رب سامحني، سامحني إذا خطيت. بخيل ولا اسمك سامحني. عن جد كل شيء تغير. بيطلعوا نفتش على الباص وبدون بنادي ساحه تذاكر تذاكر تذاكر. العمى يا دوب 3-4 يردوا عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. ولك كلكم والشباب اللي بتغمزك وبتقلك زميلك، ولما بتطلب هويتهم تعلق بشكلي إلى أول ما إلى آخر، وإذا ما طلبتها ممكن يكونوا كذابين تيتهربوا من الدفع. وحلا إذا فيك تحلا شغل معدتي أقسم بالله. خير خي أبو عامر، وشك أصفر مثل الليموني. ما في شي شوية تعب. ولك شو تقول شوية تعب؟ ولك ما في شي. خلاص أبو عامر خلصنا. وشك ما بتفسر يا رجل. انا رح اطلب اصحابي. ابو عامر يا عمي وينو هالدكتور؟ الزلمي راح يروح بلدياتنا. يطول بالك، كل هودي قبلك. تأخر بيي. يا انسة يا انسة بترجاكي، الزلمة وضعه تعبان، بوس ايدك خلي الدكتور يفحصه. لا يا سيدي، مشان صاحبك مرة تانية يتعلم يحكي مع العالم. لك يخرب بيتك شو مفتري؟
طول بالك ابو علاء، طول بالك. بسيطه بسيطه اختي، الله يخليكي لا تزعل منه. بوس ايدك لانه زلمه فاير دمه مش عارف لينا. شوف بنت الكلب، ولك ليك شكل ابو عامر بيقطع القلب وما شفقت عليه الحيواني. قال ما لك ترحمي، قال ولك هي خرجت تكون بمسرخ. لك عيب عيب، طالي صوتك حش حش، طالي صوتك لك بهدلتنا وعقدت القصه كثير. لا انتهى الزلمه ما يموت وبتقول لي لا تعلي صوتك. ابو عامر ابو عامر ابو عامر ابو عامر، كلوا انتوا يا امي، قوموا على قرعي باكين رح يتاخر. بس ماله بالعادي، هو قال لك بده يتاخر شيء. ليكون مرق على السوق تجيب لي الدفاتر اللي وصيتوا علي. والله بجوز. طيب خلونا نيكي وبس يجيب ياكل لحاله، بالله مت من جوعي، ما بقى فيني اتحمل. يلا امي يلا يلا خليك. انا رح استنى بيكي. لكن يا عمي لك العشق والغرام ابي انتي عند بيك وامي. كلي خيتي كلي. يا نريمان خليهن يحضروا لي سرير بالعناية المشددة. حامل أم حصوان ما بيلين ليلك رمح والهدهد سكين، وين الصبح وين الإفل مع مين، كبر الجرح تعبان يا هالطين. حامل أبا حصوان ما بيلين ليلك ربح والهدى حد العمر مجبور على المشوار، والأرض المليانة الصخر والحيل شو غدار. كرمك كرمك عنقود والريح مجروحة، يمكن عصوت العود ترندحوا جروحة، يمكن تجي الوعود عالدرب الله.